تكذبي على شي حاجه اللي ما كايناش. انا كنت جبت الورقه للطبيب ونديها للبوليس وندير ليها ونفعل ليها. اش عندك ما ديري؟ انا تلاقيت معك ما تلاقيتش معك، شفتك ما شفتكش، هضرت معك ما هضرتش معك، انا هضرت مع هذاك المسقط الوالدين ديالي، انت ما هضرتش معك نهائيا. انا دار كيف عليك؟ علاش تكذبي وانت هزه الروب وتقولي انا السبب في هذاك الشيء؟ ما عرفتش فوقاش تحلك الوالده وفوقاش تسال هذاك الشيء ديال ربي. تولدت فاش كيبدا يجيك هذاك النزيف كيكون ديال السقيا وهذا، فمن بعد منها كتولدي. فاش دخلت دابا انا عند الطبيب شنو قال لي؟ قال لي ايه فعلا سميتو انه كاين داك النزيف نتيجه ديال السقيا، هبط من السقيا ونتيجه ديال الخوف اولا زعما ستريس اولا خلعه اولا شي حاجه بحال هكا. كما كتعرفوا انا هاد اليومين ما درتش عندي سهله، كان واحد المهم كان شي مشكل لي